أشهد أن لا إله إلا الله. لك 100 مره صدعين على مزود في الرقبه تزيد زعرير الابواب وهي ادم من طين وادم من عشين. اشهد ان لا اله الا الله. اوه نهارنا عربي بالصلاه على النبي. لك سعديه سعديه هلا ما طلعتي؟ شحني العمي طالع يلا شحني. يلا احركي في اهل البيت يلا يلا الصبحي. لازم يضلوا متفوسين وتروح عليهم صلاة الصبح. نومة أهل الكافر إن شاء الله. حضرة جنابة حماتي بتقعد على الطبخة بتاكلها وبتشربها وبتقول ما شفت شي. ولا التاني يصير في قرد المندب صار قد الشمتير وإذا ما على الحيط بيهدوا بدهم مين يفيقهم كمان. إيه بس مو الحق عليهم. علي انا اللي عودتهم العادي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك مين عم يدق الباب؟ فقت سبع الليل ولا لسه؟ هذا انت مرت اخي. لك بشو عم تدقي على الباب؟ براحة كفي طص. براحة كفك ورح تكسري الباب وفززتيني من اربعتي. يا علي نجمك شو خفيف انجعزت بعدي. مرت اخي بترجاكي من يوم ورايح ما عاد تفيقيني من نوب بنوبها. والله تقبرني مالي كثير مقضي على تفيقه. هلا عن جد بشو كنتي عم تدقي على الباب؟ عم اقول لك براحة كفي كنت عم دق على الباب. بالبقاب كنتي عم تدقي على الباب، انا سمعتك منيح. لا مو بالبقاب كنت عم دق على الباب، فهم بقى. لكن ليش حامله البقاب بايدك؟ قولي لشوف. طالع لي فسفوسه ببهمي. حسبي الله ونعم الوكيل من شغلة النار، من هالحرمة وهالولد كل يوم التاني، ولا باي الهضم منها رح تخلص. ما بكفي حاوينها ومتحملينها فوق طضناها كمان بدها تخلق لنا المشاكل والعين تحت ضفيرها كل يوم التاني. ايه بزمتي بزمتي لو لزن اخوك عمر فلا بعدت بناح قطك من العيد للعيد. اسمعوا على السمع. انت ما عاد بطلي الآن قلنا مع سلفة خالد ما عاد بطلي العادة بقى. صباح الخير متعمم. صباح الخير. نحن كنا عم شو عم الجاج ان شاء الله شو احكي. كنا عم نقرقر مع بعضنا مرتين. عم نقرقر وعم تنقرين مثل عوايدك تقبريني. ولك انت بتقتلي القتيل وبتمشي بجنازته. صباح الخير يا مو. صباح الخير يا مو. يا مو ليش صار عصباتكم انت ومرت اخوك من على بكره الله؟ لا ما في شيء، بس هيك كنا عم نقرقر انا وياه. ها شفتي تقبريني ما كنا عم نتناقش. لك احكي شو في؟ لك شو اخبار عند على بكره طال عصباتكم؟ واصلي. شو في لك سعديه؟ ليش طال عصباتكم شو القصه؟ ما في شيء تقبرني ما في شيء. شو هي ما في شيء؟ امي شو في؟ مثل العادة يا مو، مرتك نازلها أرضي مع أخوك من على بكرة الله. أنت ما راح تبطلي عوايدك لك سعدية، ما راح تبطلي عوايدك، آه؟ روحي هلا، روحي عندها على بكرة واطبي لها وهي بما توضى بدي روح لاحق صلاة الصبح بالجامع روحي. لك روحي تحركي. حاضر ابن عمي معك جوز كلام تقبرني.